حرامي حرامي حرامي. مالي مستفكر وجاي لسه عم تزرو خبز، حسبي الله ونعم الوكيل، الله يسامحك. شو هات؟ البيع يا اخوي تشتري؟ شكرا. اشتري مني خالي اشتري مني. اشتري خبز اخي؟ بشتري منك. ايه هات اشوف، تفضل. كم واحد بدك؟ هات تنتين تازيات. ايه تازيات. الله يعطيك العافية، يعطيك العافية، السلام عليكم. شو عملتي؟ بعت هدول بابا. هاتيهم، برافو عليك. وانا بعت هدول، وراح احط له هدول من عندي. هيك بكون صاروا تمام معي. اخي هذا انت مسكين يا فهد، ليش صار هذا؟ قل لي انت وضعك تعب، والله لا اعطيك تاخذ ببلاش. طول بالك اخي، طول بالك. تفضل اخي. الصراط كله اخي، هذول من صراطك حقك. نحن اخذنا منك الخبزات ورحنا بعناهم. جينا نعطيك اياها. بس حرام خبز واحد ليره. لا اخي هذول اللي نحسننا نبيعهم، حلال زلال لك مالنا على هذول مصراتك وانت حر فيهم. بس هذا مبلغ كبير اخي، شلون يبعتوهم؟ ما لنا يا اخي، نحن بس بعناه وجبناهم مصرات اعطيناك اياهم. كثر خيرك اخي. عفوا اخي، نحن ما عملنا شيء، الله يجبر عنا. ان شاء الله عيد الرزق عمو. اسمع مني هالكلمتين يا اخي، نصيحه مني لك، شغلتك لازم ما تضعف دون بيركين، طالون خليه يطلع ويبيعوا برا وهيك بتسترزي اكثر. السلام عليكم. السلام. شو عم قال لك يا بنتي؟ تعلمي تعلمي. خبز خبز اخي، خذ خبز. حسبي الله ونعم الوكيل. خبز ما بينباع معي، ما حدا عم يشتري مني. ليش يا ربي دخيلك ليش؟ اذا الله صار الصبح لهلا مالي باقي غير رغيف، شلون بدي طعمي الاولاد انا؟ شلون بدي طعميهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل، اجرة العمال شلون بدي ادفعها؟ لا حول ولا قوة الا بالله. بابا شلون بدنا نساعده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. لما الواحد يكون دائر شغله وما عم يستفتح كثير بالدايق. هي والله يا بابا، شو بدنا نعمل؟ نشتري كل الخبزات منه؟ لا يا بنتي لا، إذا اشترينا منه رح يحس على حاله إنه نحن عم نجبر بخاطره. تعي لقول لك شو نعمل، تعي. اسمعي لك بنتي، هلا بتشيل الخبزتين وبتركبي، اتفقنا؟ يلا. لازم تتعلم دروس بالحياة يا بنتي. والله كلامه مزبوط، الله يرزقه ويجبر عنه. لازم انا ما اضع نفسي العقلية، بارك هون عم بسوي خبز، لأنه هذا المكان مقطوع، ما حدا يعرف انه انا هون عم بيع خبز. محمد جيب الخبزات وروح بيعهم بالشوارع.